شبه النبي صلى الله عليه وسلم رحمة الله تعالى بقصة حقيقية حصلت أمام الصحابة الكرام، حيث فقدت أم ولدها الرضيع أثناء الحرب، ثم أخذت تبحث عنه بلهفة بين الجرحى والقتلى بعد انتهاء الحرب. وعندما وجدته أخذته لحضنها وضمته، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله، وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها.